مهم البنات طبعا اللايف كان شويه مقطع، اذا انا غنوريكم المشتريات ديالي اللي شريت من اولغا. ديجا لبستهم غادي نمشي بهم. خديت هاد السبادري، خديت هادي، وخديت هاد البي طويل بحال كابيش، وخديت حفصه بشحال بقات هادي اختي؟ هادي دايره تتقلب شي، قولي قولي، دايره من 680 كتبقى 540، 546 درهم غزاله. وخديت هاد السيغفات بالنسبه للبيكنيك السفر شي حاجه اخرى. وخديت هذا هو اللي خديت من عندهم، هو اللي لابسه دابا 400. خديت هذا ب 476. خديت بحال هذا، نوريكم الساكي زوينه. هذا هو الساك ديالي، خديته ديجا درت فيه الاغراض ديالي، دابا بديت حوايجي كامله هنايا اليوم، خرجت بحوايج جداد تمام. الساك بقى ب 210 درهم، هذا 210، زوينه عجبتك. وهادو هما المشتريات ديالي اليوم. عندك ماما هذا ما شفتوش لي ساشي بقى معايا، شي مشكل. هذا بشحال بقى؟ بشحال ما بغيت، 450 400 فيها 30%، جا غزال. اذا هنا كاينه السيغفيت، وهنا كاينه الساشي ديال السبادغي. اذا خديت من عندهم السبادغي والسيغفيت وهذا، وخديت الباسكيت اللي لابسه الباسكيت، وخديت الساك. اذا التوتال بشحال كان عندنا كلشي؟ هذا الشيء 2800 كان غادي كنت من درهم كلشي، جات لي 1600. اذا كانت نورمالمون 3000 درهم، كانت غادي 3000 كيلك، كانت غتجيني 3000 درهم كيلك. دابا بشحال خدينا التوتال؟ 1600 درهم. في عوض ما نتقدى هاد لي بياس كاملين بتقريبا 3000 درهم، 3000 وشي حاجه، خديتهم ب 1600 درهم مع تخفيض. كنصحكم البنات بأولغا، لانه ماشي كنصحكم بكوني انا، لا بالعكس، حيت هاد التخفيض اللي زوين وهاد لي ساك غزالين. تخيلوا الساك ديالي انا ما غاديش تعطيه ثمن 210 درهم اذا شفتيه. قولوا لي واش تقدروا تعطيو هذا 210 درهم؟ مستحيل. اذا هادو بجوج ما كيديباسيوش 1000 درهم، السبرديله والساك ديالي ما كيديباسيوش 1000 درهم، شي حاجه غزاله زوينه. اذا هاد الباسكيت حتى هي ما شفتو، ما شفتوهاش وما شفتوش الثمن ديالها، لانه بزاف الحوايج ما شفتوهمش معنا في اللايف. اذا هذه حتى هي عجبتني، غادي نرجع لها المره الجايه ان شاء الله. حتى هي كتبقى بشي 700 وشي حاجه. اذا كنتو معنا في لايف خفيف ظريف، كنتو معنا في شوبينغ دنيا اليوم، الشوبينغ ديالي. وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله نكون كلشي يعجبكم عند اولغا، لانه كلشي غزال عندهم. ونعود لكم ان شاء الله شي لايف اخر. وبالمناسبه اليوم دايره واحد الاحتفال بسيط في المحل عند ماما، جايبه واحد الحليوه بالمناسبه ديال النجاح ديال فارس، اللي بغات تجي من مرحبا بها. من هنا لواحد شويه غادي نكون في المحل ونتلاقاو في المحل ونهضروا مجموعين. كنتمنى لكم التوفيق كاملين، كنتمنى النجاح لبنياتنا وبنياتكم وليداتكم وكاملين، ونجاح في مسيرتكم وموفقه ان شاء الله. اذا ما بقى لي الا نودعكم. انا الحمد لله توفقت اليوم في الشوبينغ مع اولغا، ومازال ان شاء الله نصور لكم الجديد، ومازال غادي نمشيو نصوروا اللي بيجوا بوحدهم ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق ومع السلامه. واللي عجباتو شي حاجه يدير ليا لايك، واللي ما عجباتوش يدير ليا حتى هو لايك، ما تنساونيش في لي لايك. وكنودعكم من محل اولغا، وان شاء الله نشوفكم على خير مع حفصه ولبنى، ياك.
مرحبا بك عندنا والله مع حفصه ولبنى. مرحبا بكم عندهم. دوزنا نهار زوين معاهم، وطبعا حفصه غدير لكم غسيل الدماغ. ولكن كتقنعك باش تاخديها، انما كتجي شي حاجه غزاله. استودعكم الله. كنوجه تحيه لحفصه ولبنى اللي كنت كتضحكي واخ خرجت مني اليوم الفلوس، ولكن ماشي مشكل، شي حاجه غزاله كتستاهل. اليوم مشيت فرحانه، عجبني الشوبينغ وعجبني كل شيء عندهم. ايوا ان شاء الله كنتمنى منكم تزوروها. عندها هاد الشوربيت ما صورتهاش اليوم حفصه. هادي 3 بياس، شحال كتبقى؟ هاديك 3 بياس دايره 950 درهم، كتكون 665 درهم. هاد 3 بياس كتبقى 665 درهم. لو بونطالون ديالها من تحت 3 بياس زوينه. كاين حتى هاد لو ستيل حيت ما شفتوهاش قبيله في اللايف، وكاين هادي. يلاه شحال غزاله هادي، فن هادي البنات. أو ان شاء الله غادي نرجع ليها. لا هادي هادي زوينه. شحال كتبقى هادي؟ 665. حفصه كلشي عندها ساهل وبسيط. 605 هادي اللي خديت اليوم. شوفوا قبضي على كي داير. 475 هادي دايره 438 كتبقى لك 336. هي لابساها نيت دابا. والصاك ديالي عجبني بزاف. شكرا حفصه لان انت اللي اقترحتي لي هذا الاقتراح الغزال. اذا البنات وكاين لي جينز حتى هما، كاين كلشي عندهم، كلشي 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 كلشي. اذا البنات قليا الا نودعكم، ما سخيتش نخرج من هنايا. هذا كيبقى هاد لي مونطو شحال قلتي لي قبيله كيبقى 546 فيه الالوان كامله. وان شاء الله نصور لي. وهذا هذا والصاك ديالو كيمشي كيليو بارتي في الصاك. 256 درهم. قول 250 صافي. 250 والصاك ديالو حتى هو غيكون ب 250. 500 درهم غتديري صويك وصباط غزالين كيستاهلوا انك تلبسيهم. اذا ما بقى لي الا نودعكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نشوفكم ان شاء الله في شي لايف. هذه كاع ما شفتها. نمشي في حالي. حسن ليا يا حفصه الا بقيت انا ما غنخرجش. عجبني هذا حتى ان شاء الله نرجع لهذا الباسكت. يلا بسلامه عليكم، نشوفكم ان شاء الله على خير.